مش معنى انك مش عاوزة تتجوزي مسعود وبتكرهيه؟ ما انا بكرهه من عمايله، ما حدش يقدر يدخل قطي ويهددني بدبح ولدي الا مسعود. ما تخرسي وتحطي سنك في خشمك. ايه عايزة ايه؟ يخرب بيتك وبيت اليوم اللي شفناكي فيه يا شيخ، حرام عليكي. السلاح اللي بيتكلم عنه التخييط ده كلنا في النشا بنستخدموه، والطلقات كمان. وبعدين ما ينفعش الدكتور بتاعك ده يحدد المسافة بالصورة، لازم يبقى موجود. خلاص يبقى نجيب الدكتور هنا وهو يحكم ما بيننا. نجيب مين يا مجنون انت؟ والله لولا ابوي كنت قتلتك هنا. قادر وتعملها. بعد اذنك يا ابوي. ايه في ايه؟ انا بقوله نطلع ونرتاحوا دلوقتي، واولنا ندرة لازم نهدوا شويه. نهدوا كيف؟ عجبك الكلام اللي بتقوله؟ انت عارفه معناته ايه؟ عارفه عارفه يا ابوي، عشان كده بقول نطلع نهدوا ونرتاحوا شويه بعدين نشوفوا هنعمل ايه. يلا يا نادر. الكلام ده لو حد خد خبر بيه في النجاح دمك هيبقى حلال. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. مش تستني لما يجي الاول تشوف شكله ولا شكلها ايه، استاهل الحسد ولا لا؟ هيطلع قمر زي امه ولابوه كمان. المهم يجي بالسلامة، احنا كنا فين وبقينا فين؟ انا مش هنساليك الجميل ده ابدا. انت حبيبتي وسيرك في بيع. انا كان لي عندك طلب. طلب ايه؟ تؤمري. انا محتاجة 20,000 جنيه. يا بوي 20,000؟ مش كتير يا نفسة؟ كتير علي ولا عليكي؟ ده انت جوزك ابوك كبير اللي بيلعب بالفلوس لعب. الله اكبر يا شيخه في عينك، مالك؟ وبعدين اقول لعلاء ايه واقول له عايزاهم ليه؟ انت حبيبته ام ولده، اتدلعي عليه شويه وهو يعمل لك اللي انت عايزاه. انا بتاعت الحاجات دي برضو؟ كل الحريم بتتدلع على جوازها، ولا عايزه حد غريب ياخده منك؟ مفيش حاجه بتتداري. أجيلك ميتة تكون الفلوس جاهزة.